بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبي العربي الأمي محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكريم حضراتكم كل باسمه وزميلي واسمه في مستهل هذه الجلسة العلمية التي تندرج في إطار الموسم الديني والثقافي الذي ينظمه الاتحاد العام للزوايا والهيئة القدرية ذات السبب كنت بالقارة الإفريقية. موضوع المحاضرة اليوم هو التجديد في الفقه الإسلامي، وفي هذه المحاضرة المحاضر والباحث الدكتور الأستاذ الدكتور الشيخ ملزم الإمام الأمين العام لمنتدى علماء موريتانيا وإفريقيا للتنمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. وبعد، تشرفت أن دعيت دعوة كريمة إلى هذا المكان الكريم، فلبيت الدعوة شاكراً متشرفاً، ثم شرفت بعد ذلك بأن أتولى تقديم أخي وزميلي وصديقي العالم الفهامة دكتور الشيخ والزين والإمام سليلي العلامة محمد قلي البكري التيمي القرشي. وبهذه المناسبة أقدمه لكم، وهو خير من يقدم نفسه، وحامل تجارة هو يعرفها وهي تعرفه، الفقه، وخاصة الفقه بمفهومه الجديد والفقه الجديد المجدد الذي نحن في أمس الحاجة إليه تجديدي فيما يتعلق بما يواجهنا من أقضية. صدق الصادق المصدوق عندما قال: يحدث لكم من الأقضية بما أحدثتم من الفجور. ونحن في هذه الأيام نحاول أن نؤصل للحرابة ومفهوماتها، وهل يدخل فيها الاغتصاب أم لا يدخل فيها، ونحاول أن نؤصل لكل ما هو مستجد ومستجد. وخير من يتكلم عن الفقه وتجديده الفقيه الأديب العلامة الأمين العام لعلماء هذا البلد وإفريقيا للتنمية، فله مشكورا أحيل الكلمة وليشنف آذاننا فلنستمع وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لرئيس الجلسة قاضي القضاة أحمد الولي على تقديمه الطيب، وشكرا لصاحب الدعوة الكريمة أخانا البطل محمد الشيخنا، وتحت رعاية شيخ مشايخ القادرية في غرب إفريقيا فضيلة القاضي والفقيه والعالم سيد عمر الشيخنا والسيدنا، أسلم عليكم جميعا. نحن اليوم نزور زاوية الشيخ، وهذا المصطلح إذا أطلق لا ينصرف في البدء والإطلاق إلا إلى الشيخ مختار الكنتي، كما قال العلامة النابغة القلاوي: الشيخ بالإطلاق للمختار بن أحمد على الخياري، وغيره لا بد من أن يقيد باسم به سمية حين ولد. إذن إذا أطلقنا الأفضى لسنا بدعا بذلك، ظلنا فيه سلف. نحن اليوم نزور نبتغي ما يبتغيه عالم العلماء العلامة الشيخ صدي أبو الهيبة، نزور نبتغي ما يبتغيه وزيادة، روضة ينزوي عن زورها البوس، وجارها بجوار الله محروس، لا يختشى من دواهي الدهر داهمة، ولا يحل بواديه الأباليس، ضمت نوافح يمن ربما بعثت من الحجامة أماتته الروامس، ومشرقا ومشرقا ساطع الأنوار قد قبست، لمن دجا حاله نحن منه المقابس، يشفي من المرض المعي نحن تطببه من زارها، وذيل الصدق
محسوس، نحن صادقين في دعوتنا ونبتغي ما يبتغيه هذا الشيخ، ونرجو أن تؤمنوا على ذلك. الحديث عن التجديد حدث شجون، ولأنه كذلك فسنتبع في منهجية تبين غوامضه وتبين مداخل الحديث عنه. أولا، ماذا نعني بالتجديد؟ وهل هناك حاجة له؟ وماذا يعني تجديد الفقه وتجديد أصوله؟ ثم هل نحن بحاجة لتجديد الفقه أم تجديد الفقيه؟ في مفهوم التجديد، التجديد في اللغة من جد يجد وهو جديد، والجدة مصدر الجديد، والجدة نقيض البلا، وأجد الثوب واستجده وتجدد الشيء صار جديدا. وأما التجديد في الاصطلاح فقد تنوعت وتعددت تعارف العلماء له، وكلها تدور حول الحديث الصحيح: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو أمر دينها. فقد عرفه الشيخ شرف الحق العظيم عبادي بأنه إحياء من درس من العمل بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. وبهذا قال المبارك فوري ونقله المناوي في فتح القدير العلقمي، كما عرفه المناوي بأنه من درس من أحكام الشريعة وما ذهب من معالم السنن وخفية من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة. وفي معنى يجدد لها دينها، قال المناوي أيضا: أي يبين السنة من البدعة، ويكسر العلم وينصر أهله، ويكسر أهل البدعة ويذلهم. وقريب منه تعريف أبي الحسن الهروي. وعليه في التجديد هو إحياء وانبعاث لمن درس من العمل بالكتاب والسنة وأحكام الشريعة ومعالم السنن وإماتة ما ظهر من البدع والمحدثات. وليس المقصود بالتجديد أيضا أبدا التخلص من القديم أو محاولة هدمه، بل الاحتفاظ به وترميم ما بلي منه ويدخل التحسين عليه. أما المجدد فقد اشترطوا فيه شروطا. قال صاحب عون المعبود: المجدد لا يكون إلا من كان عالما بالعلوم الدينية، ومع ذلك من كان عزمه وهمته أناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإمادة البدعة ومحدثات الأمور ومحوها. وذهب المبارك فوري إلى أنه لا بد أن يكون عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، ناصرا للسنة، قامعا للبدعة، وأن يعم علمه أهل زمانه. هذا وقد يكون مجدد فردا واحدا، وقد يكون جماعة. قال الهراوي: والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخصا واحدا، بل المراد به جماعة يجدد كل واحد في بلد في فن أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية أو التحريرية، ويكون سببا لبقائه وعدم اندراسه وانقضائه إلى أن يأتي أمر الله. وقال المناوي: ولا مانع من الجمع، فقد يكون مجدد أكثر من واحد. قد يكون مجدد أكثر من واحد. قال الذهبي: من هنا للجمع لا للمفرد. فنقول مثلا: على رأس 300 ابن شريح في الفقه، والأشعري في الأصول، والنسائي في الحديث. قال في الفتح: قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطاع الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض منهم دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا قرضوا جاء أمر الله. وهو كذلك في شرح مسلم مع شيء من تصرفه، وعقبه الحافظ ابن حجر قائلا: وهو متجه، فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير، ولا يلزم أن جميع خصائص الخير كلها في شخص واحد. وقال ابن الأثير: ولا يلزم منه
أن يكون المبعوث على رأس المئة رجلا واحدا، وإنما قد يكون واحدا وقد يكون أكثر منه، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع. وكذلك لا يلزم منه أن يكون أراد بالمبعوث الفقهاء خاصة كما ذهب إليه بعض العلماء، فإن انتفاع الأمة بالفقهاء وإن كان نفعا عاما في أمور الدين فإن انتفاعهم بغيرهم أيضا أكثر كثيرا، مثل أولي الأمر وأصحاب الحديث والقراء والوعاظ وأصحاب الطبقات من الزهاد، فإن كل قوم ينفعون بفن لا ينفع به الآخر، إذ الأصل في حفظ الدين حفظ قانون السياسة وبث العدل والتناصف الذي به تحقن الدماء ويتمكن من إقامة قوانين الشرع، وهذه وظيفة ولي الأمر. وكذلك أصحاب الحديث ينفعون بضبط الحديث التي هي أدلة الشرع، والقراء ينفعون بحفظ القراءات وضبط الروايات، والزهاد ينفعون بالمواعظ والحث على لزوم التقوى والزهد في الدنيا، فكل واحد ينفع بغير ما ينفع به الآخر. إذن بهذا يكون المشدد قد لا يكون فن واحد، قد يكون مشدد في السلاح، مشدد في بريات الأمر، مشدد في الحديث، في الفقه، تشدد إذن له منافع مرتبة، والمهم منه هو القصد وإحياء الدين ورفع منه. والراجح أن يكون التشديد جماعة، لأنه أقرب للصواب والسداد، خاصة في زمن التخصص الذي نظر فيه المجتهد المطلق وإليه ذهب الشيخ يوسف القرضاوي واختاره الدكتور حسن الترابي، حيث ذهب إلى أن التشديد ينبغي أن تقوم به حركة جماعة واسعة، ولا سيما في عصرنا هذا حيث الحياة قد تشعبت وأصبح تشديد الفكر أوسع وأكثر تركيبا وتعقيدا من أن يقوم به رجل واحد مهما كان دوره في دفع التجديد. ولا يقتصر التجديد على الفروع الفقهية بل يتعداه إلى علم أصول الفقه. قال الشيخ القرضاوي: الاجتهاد الذي ندعو إليه لا ينبغي أن يقف عند حد الفروع الفقهية فحسب، بل ينبغي أن يتجاوزها إلى دائرة أصول الفقه نفسها. مواقف العلماء من التجديد: تبينت مواقف العلماء والكتاب والمفكرين من التجديد إلى ثلاث طبقات. الاتجاه الأول اتجاه التقليدي، والذي ينظر إلى التراث الأصولي والفقهي وكأنه وحي مقدس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وشعارهم ما ترك الأول والآخر شيئا وليس في الإمكان أبدع مما كان، وجمودهم هذا يقفون في وجه أي تجديد في العلم وفي الفكر وفي الأدب في الحياة، فما بالك بالدين. لا تعني الدعوة التجديد عندهم إلا إن تحدثوا عنه إلا الدوران في فلك أقوال السابقين والتخريج عليها، ولا يكادون التفريق بين القطعي والظني والثابت والمتغير. وإلى هؤلاء قد أشار النابغة القلاوي عندما قال: فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به من الكتب، لأنه الضلال والإضلال وقد خلت من أهلها الأطلال. الاتجاه الثاني والاتجاه الذي يرمي إلى تخطي النصوص وتجاوز القطعيات والطعن في القواعد المحكمات، ويذهب أصحابه إلى إسقاط النظريات الغربية الحديثة على الإسلام. فيرى الدكتور عبد الجابري ضرورة فتح آفاق جديدة الاجتهاد بما يوافق المعاصرة، وأن يقتصر العمل بالنص على مكانه وزمانه المتقدمين، وهذا يظهر واضحا في مشروعه الفكري نقد العقل العربي الذي تمثله كتاباته تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي والعقل السياسي العربي والعقل الأخلاقي العربي. كما أن الدكتور محمد راكون كتب متعددة نشر فيها رأيه في أصول الفقه الإسلامي، منها من الاجتهاد لنقد العقل الإسلامي وتاريخه الفقه العربي الإسلامي، وكلها تشكيك في مصادر التشريع الإسلامي وفي القرآن الكريم خاصة باعتباره مصدر الأول لأصول الفقه. هذا اتجاه غربي بامتياز وليس ولا يعول عليه فيما نحن فيه. الاتجاه الثالث وهو اتجاه وسط بين الاتجاهين السابقين، يرفض جمود الأولين وجحود الآخرين، ويلتمس الحكمة من أي وعاء خرجت منه، ويقبل التجديد بل يدعو إليه وينادي به على أن يكون تجديدا في ظل الأصالة الإسلامية، كما يفرق بين ما يجوز اقتباسه وما لا يجوز، ويميز بين ما يلائم وما لا يلائم. وهذا التجديد هو الذي نعنيه، وهو التجديد الذي يأتي من داخل النسق الإسلامي كما يقول الدكتور جمال عطية. هل نحن الآن نحتاج إلى التجديد؟ وليس من شك في أن علم أصول الفقه هو علم أدوات الاستنباط، وكان في المبتدأ نشأ أول ما نشأ جوابا على إشكال معرفي متعلق بإشكالية فهم دلالات النصوص على الأحكام المتعلقة بخطاب التكليف، غير أنه وكما أقول لطلبتي في بعض الأحيان: إذا كان علم أصول الفقه بذلك التوصيف فإنه شبيه بالمول، وهو أداة إنتاج اللبن بريك، ولا شك أن اللبن بريك لن تتغير أوصافه ولا سماته ما دام المول هو المول. وإذا اعتبرنا الحالة بتلك الحال
فإن تغير الحال الزماني استدعي صناعة مول جديد من أجل إنتاج فقه جديد يناسب تغيرات الواقع وأحوال الأزمة. طبعا هذه الدعوة سبقنا إليها آخرون كثر قد فطن لها قبلي من بينهم العلامة الشيخ عبد الله البجة عندما نادى بإصدار تجديد أدوات أصول الفقه وهو بسبق حيز تفضيل مستوجب ثنائي الجميلة. ذلك المنهج الأصولي يزيل مجموعة من التساؤلات النقدية وأولها هو أنه غلبة الفقه الجزئي القضايا العامة حيث ركز الاجتهاد الفقهي في الماضي على الفقه الفردي في مختلف القضايا من صلاة وزواج ونكاح وطلاق وغيرها من القضايا الفرعية في حين كان الإنتاج في الفقه الإجماعي من القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ضئيلا جدا. وهذا قد فطن له كذلك الدكتور حسان الترابي في كتابه حين قال ولئن كان فقهنا التقليدي قد عكف على هذه المسائل عكوفا شديدا فإنما ذلك لأن الفقهاء ما كانوا يعالجون كثيرا قضايا الحياة العامة وإنما كانوا يجلسون مجالس العلم المعهودة ولذلك كانت الحياة العامة تدور بعيدا عنهم ولا يأتيهم إلا المستفتون من أصحاب الشأن الخاص في الحياة يأتونهم أفذاذا بقضايا فرضية في أغلب الأمر. فالنمط الأشهر في فقه الفقهاء المتقدمين كان فقه فتاوى فرعية ومن ثم كانت القضية الأصولية كلها قضية تفسير للنصوص استعمالا لمفهومات الأصول التفسيرية ونظرا في معاني العام والخاص والتعارض والترجيح ووجوه الدلالة للنصوص وضوحا وخفاء ودلالة للنص وإشارة ومفهوم المخالفة وغيرها. ومن تلك القضايا أيضا غلبة طابع التجريد. قال الشاطبي كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو أداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية. ذلك أن هذا العلم لا يختص بإضافته الفقه إلى لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه فإذا لم يفيد ذلك فليس بأصل له. ونريد التأكيد هنا على أن وظيفة علم الأصول الفقه وظيفة منهجية بالأساس. قال الفخر الرازي إن الناس قبل الإمام الشافعي كانوا يتكلمون في مسائل الفقه ويستدلون ويعترضون ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة الدلائل الشريعة وفي معارضاتها وترشيحاتها. فوضع الشافعي قانون كلي يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة أرسطوطاليس إلى علم العقل. ولعل إشكالية تنزيل النص على الواقع المتغير هي مربط الفرس في الدرس الأصولي وقد تناوله الأصوليون في مبحث تحقيق المناط والذي يعني أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله. ولا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إن تحقيق المناط هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه عملية تطبيق الأحكام الشرعية بأسرها وأن تنزيل الأحكام على جزئياتها من حيز التنظير إلى حيز التطبيق لا يتم إلا من خلال تحقيق المناط من جهة كونه نظرا في انطباق المعنى العام على جزئياته سواء كان هذا المعنى لعلة شرعية ينظر الفقيه في مدى تحققها في الفرع المسكوت عنه أو تحققها في الأصل المنطوق به سواء كان ذلك المعنى قاعدة كلية يتحقق الفقه من الجزئيات لتصلح لتطبيق القاعدة العامة عليها. النقطة الثالثة تجديد الفقه. تقوم الصناعة الأصولية على عملية صهر الدليل الشرعي في استقراء على ضوء مقاصد الشارع في التكليف ومن ثم تقوم عملية صقل الدليل وتعليبه في مظروف من القواعد الأصولية حتى يخرج صالحا في التكليف ومن ثم تقوم عملية صقل الدليل وتعليبه في مظروف من القواعد الأصولية حتى يخرج صالحا للاستعمال والتوظيف. والدليل لا يخلو إما أن يكون نصا سواء كان قرآن أو سنة أو أهرا متبوعا أو أن يكون قياسا معتبرا ولا يكون النص دليلا وحجة على المعترض إلا إذا خلا من عوارض تعتريه ومن هذا حصل الخلاف الفقهي. وأول ما ينظر فيهم في الدليل هو إمكانية النسخ أو التحكيم ومواطن النسخ في القرآن الكريم معروفة مشهورة إجماعية غير أن مواطن النسخ في السنة ضابطها هو العمل وما عليه العمل كما عند مالك رضي الله عنه. ثم إن عوارض النص كثيرة غير هذا فمنها العموم والتخصيص والإطلاق والتقييد إلى غير ذلك
وأما عوارض القياس أو سميها قوادح القياس فمنها فساد الاعتبار وفساد الوضع والمنع والنقض والكسر وعدم التأثير والقول بالموجب والقلب والفرق والمعارضة. فإذا لم يسلم الدليل أي دليل من عوارض النص وقوادح الدليل فلا يكون حجة على الخصم، ومن هنا ظهرت الخلافات بين المذاهب الفقهية. لهذا فإن من لا يستوعب هذا تراه يقيم الحجة على مذهب مالك بما لا تقوم به عليه حجة. إن تصدر غير العارفين بالأصول وغير المستوعبين لمفاهيمه أربك المشهد الفقهي. لم يأخذ العلامة الشيخ مدرمامي وللبخاري على الفقهاء عصره قلة علمهم ولا قلة ورعهم، وإنما عاب عليهم قصور فهمهم عن استيعاب الواقع على ضوء مقاصد الشرع وضبط الاستنباط الأصولي. ولهذا قال: بقينا وعصوا اجتهادات قد مضى، فمن رأيوا إن لم يفتي فينا مقلد، وإن كان لا يدعي به متبصر فمن باب أحراز اجتهاد مقيد، وأما الذي لم يعتقد فضل مالك ويتره فهو العابث المتردد. وكان قد ألف كتابه البادجة لإنتاج فقه يخص قومه في زمانه، ونحن نحتاج اليوم أن ننتج فقه يناسب حالنا وزماننا. فقد كان الشيخ الدرمامي قد ألف كتابه البادجة وسماه البادجة وهو اصطلاح منه خاص به، فقال: وأحكام بدو غير أحكام حاضر، فذكر الضعيف والشهير التسامح وأهل البوادي لم يولف عليهم مسائل قبل التلميات كواشح، فيعذر ما قصرت فيه لأنني كواضع فن عنه اللب بصافح على أن ما سلمته من نصوصه يسلم وما يطرح من له أنا طارح. إذا كان شيخ درمامي قد فعل ذلك فإنه حديث فإنه جدير بنا وقامين بنا أن نتساءل كما تساءل هو في زمن تغير الزمان به وأصبحت ديار السلماء لم تعد ديار السلماء ولا ديمن عفت عن ديمنها. غير أن مواطن النسخ والخلافات الفقهية كما قلت. نعم، إذن الشيخ الدرمامي لم يعب على قومه عدم 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 فقههم ولا علمهم ولا استيعابهم، ولكنه عاب عليهم عدم فهم واقعهم الذي تغير كثيرا كما قلنا فيما يتعلق بالبادية الذي تكلف فيها. وفي وقت تعقدت فيه مسائل الفقه الواقعية لأن تعقد الواقع وتشابكه وتداخله أصبح من الضروري وفي وقت تعقدت فيه مسائل الفقه الواقعية لأن تعقد الواقع وتشابكه وتداخله أصبح من الضروري إعادة هيكلة المحاضن التربوية والعلمية التي تصنع الفقه. فلم تعد إشكالية هذا الموضوع تنحصر في جانب العلم نفسه وتجديد أساليبه وموضوعاته، بل تجاوزت ذلك إلى الفقه الجديد ونمط تربيته وتطويره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك عند حين قال: ورب حامل فقه وليس بفقه، للتفريق بين الفقه نفسه وبين حامله، وهو ما يعني أن حمل الفقه لا يلبس صاحبه لقب الفقه، إنه لم يعد كافيا حتى يكون المتعلم فقيها فاعلا في وقته في واقعه أن يكتفي ما ترسمه بعض كتب التراث من شروط المواصفات الفقه، لأن ثمة معارف جديدة تتطلب من فقه اليوم قدرا من الدراية والإحاطة لا نجد الحديث عنها بالقدر الكافي في صورة الفقه القديم. وإن السعي لاستنساخ ذلك دون محاولة تطويره أو معرفة الفوارق بين الحاجات العلمية التي كان يتطلبها واقعه وبين حاجات واقعين العلمية يعني مزيدا من خلق المشكلات في حياة المتلقي، بل ربما أدى ذلك إلى إضعاف هيبة الفقيه عند الناس وتعرضها لكثير من النقد والتشكيك بسبب عدم تأهيل حامليه التأهيل المناسب لهذه المرحلة الجديدة. ولقد كانت هذه المشكلة وهي ضعف تأهيل الفقيه إحدى أسباب تقليل المتكلمين من شأن الفقيه وجعلهم أغلب فروعه من باب الظنون وليست من باب اليقين، وذلك بسبب ضعف استعداد الفقهاء الذين قدموا لهم الفقه في تلك المرحلة. يقول ابن تيمية في ذلك: إنه لكثرة التقليد والجهل والظنون في المنتسبين إلى الفقه والفتوى والقضاء استطال عليهم أولئك المتكلمون حتى أخرجوا الفقه الذي نجد فيه كل العلوم من أصل العلم لما رأوه من تقليد أصحابه وظنونهم. ولهذا فالمتكلمين كانوا يعتبرون الفقه من بين العلوم وهو أصلها ومنبعها.
إنما قاله ابن تيمية من استطالات المتكلمين على الفقهاء في زمانه، ربما يتكرر في هذا الزمن لكن بصورة أخرى، وهي صورة التشكيك الفكري التغريبي في أحكام الفقه الإسلامي. وإن من أهم سبل مدافعته التأهيل المناسب للفقه الجديد الذي يستوعب مقالات هذا الفكر حتى يحسن مدافعته. ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت باطلة لم يتمكن من مداواة أصحابها وإزالة شبهاته. ولذلك شاعت في زماننا ردة، وشاعت في زماننا هيا ردة وتشكيك في كثير من المقدسات، وذلك نظرا لأن الفقه الذي يقدم للناس كثيرا ما يصادم العقول أو يصادم النظر العقلية التي أصبحت سائدة في عصرنا هذا. وإن حالة الضعف الفقهي في كتب متأخر الفقهاء التي جعلت الشاطبية يوصيه، وإن حالة الضعف الفقهي ضعف وإن حالة الضعف الفقهي في كتب متأخر الفقهاء هي التي جعلت الشيخ الشاطبي يوصيه بعدم الانشغال بكتب الفقه المتأخرة في زمانه والاكتفاء بما كتبه المتقدمون في الفقه، حيث يقول: وأما ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التأليف المتأخرة فلم يكن ذلك مني بحمد الله محض رأي، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين وعلي المتأخرين كابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ومن بعدهم، ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه وأوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين وأتى بعبارات خشنة في السمع لكنها محض النصيحة. لكن المنشرسية كشف عن تلك العبارات الخشنة التي أبهمها الشاطبي، قال بعد ذكر كلامه: والعبارة الخشنة التي أشار إليها كان رحمه الله ينقلها عن شيخه أبي العباس أحمد القباب المتوفى 479 هجرية، وهي أنه كان يقول في ابن بشير وابن الحاج وابن شاس: فسدوا الفقه، أي أفسدوا الفقه. ونحن نقول أن هناك فقهاء في زماننا فسدوا الفقه وأفسدوا الفقه. ومن المهارات التي ينبغي أن يدرب على الفقه الجديد بناء ملكة التفكير الفقهي والتفقه في الأصل هو الفكر والتفهم، لأنه راجع في أصل معناه إلى الفهم، وفهو نوع من ممارسة الفهم والتفهم في النصوص الشرعية وعمله التفكيري، هذه تأتى من خلال التلقين المجرد للفروع الفقهية، وإنما من خلال توجيه الدرس الفقهي إلى حلقات علمية خاصة تهتم بتطوير عقلية الفقيه وتمرينها حتى يكتسب القدرة العالية على معالجة المسائل وإدراكها، وحتى لا يجاهد المتفقه الجديد الفقيه الجديد في غير ميدانه، ولا يستنبت عقليته في أرض غير صالحة. فمن المهم أن تكون عملية التمرين في التطوير في ميدانه المناسب، ومن تلك الميادين تساعد على تقوية ذلك نذكر ما يلي: بناء ملكتي تعتمد على إرجاع فروع الشريعة إلى كلياتها العامة، وذلك حتى يعرف مدى اضطراد التشريع الإسلامي ويتمكن الفقيه من إرجاع الفروع بعضها إلى بعض وإظهارها على وجه متماسك مضطرد. وبسبب فقد هذه الملكة أصبح من غير المستغرب أن يقرر بعض الفقهاء مسألة في باب على وجه ثم يقرر في نظرها تقيا آخر مخالفا لذلك الأول، وكلاهما يرجعان إلى تأصيل واحد. فهذا الجويني يقول أثناء بيانه لأصول مذهب الشافعي: ومن أراد أخذ مذهبي أي الشافعي من حفظ الصور اضطرب عليه أمثال هذه الفصول، ومن تلقاه من معرفة الأصول استهان عليه أن يدرك هذه الفصول. ومثل هذا يقول قرافج في مقدمة كتابه الفروق، فإنه يقول إن من جمع الفروع لم يحصل فقها، ومن جمع الأصول هنت له الفروع واندرجت في أصولها. ثم إنه من تلك المهارات أيضا تفعيل مهارات البحث الفقهي، عندما يتسلح الفقيه بقدر كافي من الملكة البحثية فمن الممكن أن يؤثر ذلك على صناعة الفقهية، وكثير من المتعلمين لا يملك إلا قدرا متواضعا من معرفة المصادر العلمية ومناهجها وكيفية التعامل معها،
كما أن من جوانب البحث المهمة تفعيل دور الباحث التاريخي في العلوم، فمن المهم أن يدرب الفقيه الجديد على استكشاف الجانب التاريخي للعلوم والمسائل، فقد يدرس المتعلم علم الفقه وغيره لكنه لا يملك دراية كافية بالتطور التاريخي لهذا العلم ومسائله، مع أن هذه المعرفة التاريخية لها أثرها البالغ في فتح ذهنية المتفقه إلى إشكالية العلم وتفريعاته وأساليب بناء. وإن بناء هذه المنهجية البحثية عند المتفقه ستقوده بلا شك إلى البحث عنه، فإن من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، وهذا ما يقع كثيرا في الخلافات الفقهية، فنرى بعضهم يمسك بتلابيب مسألة ولا يتحرك عنها، وهي بعدها مباشرة هناك رأي فقهي مخالف كان لو قال به لكان لهان الأمر عليه. عندنا سؤال أخير بتعلق بهذا المجال وفي الواقع، وهو هل الاجتهاد من النص إلى الواقع أو من الواقع إلى النص؟ هل الواقع هو الأصل أم النص هو الأساس؟ أم هي توليفة بين النص والواقع؟ وما هي هذه التوليفة؟ فنحن لا نريد أحكام الله سبحانه وتعالى أن تكون ألعوبة تتنزل في غير مكانها، كما لا نريد كذلك أن تصدر أحكام الله سبحانه وتعالى البشري بطريقة لا يمكن التكيف معها البشر، ولو في أحد الأزمات ويحل مشاكلها التي يعنى بها حقا، ما دمنا نعتقد بخلود هذا الدين واستمراريته. إن التجديد يعني بقاء الإسلام دينا حيا متحركا ينشر الرحمة والعدل والمساواة بين الناس، وحين يتخذ التجديد أداة أو أسلوبا بما يعبر عنه، فإن الإسلام عند ذلك يشبه التيار الدافق والنهر السيال الذي لا يكف لحظة عن الجريان، أو هكذا يكون، وإلا تحول إلى ما يشبه ماء راكدا يضر أكثر مما ينفع. وإذا كان التجديد الفقهي مطلبا ملحا فإنه يمكن أن يبدأ وإذا كان التجديد الفقهي مطلبا ملحا فإنه يمكن أن يبدأ بإعادة ترتيب التصنيف الفقهي وإعادة تبويب الأبحاث الفقهية كأن يكون التدريب. وإذا كان التجديد الفقهي مطلبا ملحا فإنه يمكن أن يبدأ بإعادة ترتيب التصنيف الفقهي وإعادة تبويب الأبحاث الفقهية كأن يكون التبويب على نحو هموم المجتمعات الحديثة، مثل فقه المرأة وفقه التربية وفقه الحياة الجنسية وفقه المعاملات البنكية والمصارف وفقه التجارة وفقه الصداقة وفقه العشيرة وفقه العمل الإداري وفقه المؤسسي وفقه الجهاد إلى غير ذلك، بتبويب يراعي واقع الزمان وحاجات المجتمعات. وهذا لا نجده قطعا في التبويب الفقهي الموجود عندنا، وهذا التبويب إنما لم يكن توقيفيا إنما كان توفيقيا، وعليه فلا مانع شرعا ولا طبعا أن يعاد الترتيب فيه. ولعلنا نخلص إلى ضرب مجموعة من الأمثلة لقضايا تحتاج مدرسة فقهية على ضوء منهج أصولي يراعي مقاصد الشريعة وغاياتها في الخلق. في المعاملات مثلا يقسم الربا في التصنيف القديم له إلى ربا فضل وربا نساء، يمكن كذلك إعادة تصنيفه بطريقة أخرى بحيث يكون هناك الربا القرضي اليوم إلى قسمين مفترضين، الربا القرضي الاستهلاكي والربا القرضي لإنتاج. ويعنى بالربا الاستهلاكي أن المقترض إنما يقدم على الاقتراض بدافع الحاجة والأزمة المالية، بل قد يضطره العوز إلى تأخير تسديد ديونه مرات عدة عن موعده المحدد، مما يؤدي إلى تضاعف مقدار الدين عليه عما كان اقترضه. والمستفاد من التفاسير بل من نصوص القطعية أن هذا الربا لا يجوز فيه زيادة إطلاقا، وهذا لا تجوز فيه بصفة إجماعية سواء شرطة الزيادة أو بداية القرض، وهو ما يعتبر عن القرض بالشرط أو كان مقابلة التأخير في التسديد عن زمان دفع الدين وتقسيطه. وبناء عليه يطالب المقترض بمبلغ إضافي عندما يحل موعد الدين دون أن يتمكن الآخر من دفع المبلغ الأصلي، وهذا كما قلنا ربا بإجماع لا يمكن النظر فيه إلا بهذا الشكل. لكن هناك نوع آخر من المعاملات الداخلة الآن في ما يسمى ربا يمكن للنظر الفقهي فيها يتجدد، منها مثلا إلا أن العصر الحديث جعلنا نتصور فرضية أخرى من المعاملات ندر في الماضي وجود مثل لها، بل تعد من مختصات الحياة في زماننا هذا.
وهذه الفرضية التي أخذت اليوم واقعا تتمثل في حاجة الرجل الغني المتمول إلى رأس مال إضافي لاستثمار اقتصادي، كأن يشيد به المجتمعات السكنية أو يبني به المصانع أو الجسور أو المعامل أو يؤسس لمصانع، فهو يملك وليس فقيرا، ولم يستدن عن حاجته، إنما استدان لأجل دنيوي حسب الفرض مبلغا كبيرا من المال، ويرى نفسه قادرا على إنجاز مثل هذه المشاريع الاقتصادية التي قد تمضي بها سنوات عديدة 20 سنة 30 سنة، إلا أنه يقترض مبلغا من المال لإكمال رأس ماله وغايته في ذلك هو الربا والزيادة. ومثال هذا يحتاج إلى ممول إلى رأس مال تجاري يقدر ب 200 مليون مهرا فيما لا يملكه هو سوى 150 مليون، فيضطره ذلك إلى اقتراض 50 مليونا لمدة عام مقابل أن يهب مبلغا للبنك أو المقرض. هذا النوع من الربا هو ما نسميه الربا الإنتاجي الاستثماري، أي أن المال في هذا الربا يصرف في إطار دفع عجلة اقتصادي وتنمية الإنتاج. فهل في هذه الحالة يمكن أن نسقط حكم الربا مع تغير الصورة الأصلية؟ جميع مقتضيات السؤال تجعل الفارق حاصلا، لكن النصوص في عمومها كذلك تمنعنا من الجزم بالحلية. هذا السؤال هو هذا يطرح السؤال، فهل يجوز لإعادة تدارس هذا الفقه من هذه الناحية من أجل بحث إشكالات الاقتصاد الإسلامي؟ ومن تلك القضايا تحتاج نظرا فقهيا كذلك جديدا قضايا كثيرة في مجالات الاقتصادي والاجتماعي والسياسة، بل وفرسنا الخلقي، مثل تجميل، مثل الأنبوب، مثل قضايا كثيرة مستجدة لم يكن لنا سابق سلف فيها. كلها تحتاج نظرا فقهيا جديدا يتكئ على أصول قطعية من الشرع ويتنزل على واقع الإنسان المتغير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحم الله الشيخ سيد عبد الله عندما قال: والأرض لا تخلو من قائم مجتهدي، الأرض لا تخلو عن قائم مجتهد حتى إلى تزلزل القواعد. بعد أن قال: والاجتهاد في بلاد المغربي طرت به في جوي عنق مغربي. فرحم الله الجويني عندما قال: ستقرؤون هذا الكتاب ولن تجدوا فيه شيئا سبق وقرأتموه، لا في مذهب الشافعي ولا في مذهب مالك ولا في أي مذهب، ولكنكم لن تجدوا فيه ما يخالف أي مذهب من هذه المذهب. لذلك فالتجديد سنة من سنن الحياة، نقاومه ثم نضطر إليه ثم ننسى أننا قاومناه، وفي بعض الأحيان يكون القطار قد فات. أدركت الناس تجد صعوبة وتأمر بعدم وضع ساعة في اليد، البعض يجتنب ذلك ورعا لأنها تجمل للرجال، والبعض يقول بأنها مضرة صحيا فهي تشرب الدم، ثم بعد ذلك أصبحت لا معصمة إلا وفيه ساعة لأنها أصبحت تضبط الوقت وتضبط الساعة. إذن الاجتهاد لا مفر منه، والتجديد لا مفر منه، والأقضية لا يمكن أن تبقى بدون حلول. فإن تسارعنا وسارعنا وأخذنا الوسائل والأحكام وطورناها في إطار الشرع حتى تواكبها فذاك، وإلا فلن ينتظرنا أحد، وسيذهب من لم يجد مندوحة إلى استخدام هذه الأمور دون أن يجد لها مسوغا شرعيا. لذلك فعلينا أن نجدد. والقاعدة الكبيرة التي تعرفونها كلكم هي: أينما تكون المصلحة فثم شرع الله. شرع الله تبارك وتعالى لا يخالف المصلحة، كما أن العقل لا يخالف الدين، فالعقل هو الدين يخاطب العقل، والعقل السليم لا يخالف الدين، ولكن الذي يخالف الدين هو العقل غير السليم، أو الدين غير السليم هو الذي يأباه العقل. ولكن الصحيح هنا والصحيح هناك لا يختلفان، بل يقوي كل منهما الآخر ويدعمه ويعضده. جزا الله خيرا أستاذنا
وعلامتنا على هذه المحاضرة القيمة الوافية التي صال فيها وجال من أرسطو حتى الشيخ عبد الله بن بيه، وتناول كل المجتهدين والمجددين من القرضاوي والترابي والغزالي والفلاسفة الكبار كالجابري وغيره، فهو صال وجال. ثم بعد ذلك طرح أسئلة علينا كلنا أن نفكر فيها، وخاصة في هذه الفترة. لقد كان أسلافنا يتجاوزون أبوابا من مختصر خليل لأنهم ليسوا بحاجة إليها كالجهاد والحج وغيره، ثم بعد ذلك أصبح الجمعة، ثم بعد ذلك أصبحت الجمعة هي أول ما يشغلنا، والحج أصبح نرجو الله تبارك وتعالى أن يسهله إذا كان كانت هذه السنة تحول بينه حوائل. ثم وهكذا ينبغي أن تكون الحاجة، وفي مجال التنمية التي نحن في أمس الحاجة إليها، وهي لا تكون إلا باقتراض، والاقتراض لا يكون إلا من جهات تمويل، فعلينا أن نجتهد في هذا المجال ونفكر فيه حتى كما قال نضع الضوابط ونجنب الناس الربات ونسهل لها معايشها حتى تقوم بما يجب أن يكون، وهكذا في كل شيء، وهكذا في كل شيء علينا أن نعرف بأن هناك قواعد لا يمكن تجاوزها، وهي الأصوليات الأساسية من الشرع، ثم هناك أمور يجب أن يجتهد فيها، وقد اجتهد فيها أناس، ونحن نتكلم عن مالك منذ 13 قرنا ونجف اجتهد، فهل اجتهاده بعد كل هذه القرون يكفينا نحن لأقضيتنا؟ لم تكن هناك أطفال أنابيب أبدا، والحاجة إليها قائمة وموجودون يعيشون بيننا، لم تكن هناك أعضاء تركب، لم يكن هناك قلب يزرع وكبد في أحشاء الناس ليست من أكبادها، ولم يكن هناك دم يعطى ويؤخذ. هذه أمور ينبغي أن نعرف بأنها أقضية حقيقية، ونعرف بأن القاعدة الأساسية أن الله تبارك وتعالى وضع هذا الشرع وأرسل هذا الرسول الكريم لمصلحة البشرية. عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. أرجو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يوفقنا. الباب مفتوح لمن أراد أن يثري، وهي ثرية لا تحتاج إلى إثراء، ومفتوح كذلك لمن أراد أن يستشكل، فالعلامة موجود للرد على كل الاستشكالات، وشيخنا للتبريك بكلمتين أو ثلاثة، فذلك تكون البركة. نحن الليلة في استضافة هذا المكان المبارك، هذه الزاوية المباركة، ونستظل بظل بركتها، فالذين جاءوا ذهبوا إليها هناك وعادوا بما عادوا به، نرجو ونأمل أن لا يكونوا أكثر حظ منا، فإننا إن شاء الله خارجون مقضي الحاجات، وسنتبرك بكلمة من الشيخ جزاه الله خيرا. يتناصحون في مجالاتهم، وكل يجدد فيه الذي يتخصص فيه، وهكذا ما ذهبه الدكتور. ثم ذكر بأن الهدف أيضا من التجديد هو حفظ الأصل، لأن الدوران هو التجديد وعدم الدوران في الأصل، وذكر أهمية التجديد من داخل النسق الإسلامي، وذكر هنا ما كان هو يأتي به من طلابه للموت، وعبارة عن أهمية التجديد متابعة حال الناس، وطرح تساؤلات مهمة تتعلق بالسطح الفردي، القضايا السياسية التي لم تكن تدار وتدار في الفقه القديم، إلاوة ذلك من علم الأصول الفقهية، وذكر أنه لا بد من الفقه التجديد من منهجية جديدة، ثم تعرض لأهمية صقل الدليل، ذكر بأن الدليل نص وحجة إلى خلا من العوارض والنص، وهنالك ما آخر ذكرها وهي قصور الفهم والحاجة إلى فقه مناسب لنا نحن ولكل أمة، وذكر بأن التعبد والتشابك يفرضان هيكلة جديدة ونمطا من التفكير الجديد المحور لخلق فقهاء جدد، إذ يمكن مرة أن يحمل فقها وأن لا يكون فقيها. قلت أنا قديم العهد بدراستي، لكن هذا أثار في بعض من الشيء المشاركة
ويشكره على إثارتي ويشكر جمعكم الكريم، وإن كنت لا أستحق أن أتكلم لأني أنا أتذكر كما تعلم العلم وتذكر. لك بها سلفه. لك بها سلفه وأنت خلفه. أنعم الله علينا وعليكم. أشكر الأخ العلامة الفقيه الشيخ الزين على هذه المحاضرة الطيبة التي في الحقيقة شنفت أسماعنا وأثلجت صدورنا، وأثارت مسائل في الحقيقة نحن بحاجة إليها كثيرة، هو التجديد، خاصة تجديد الفقه الذي به المعاملات الدائمة اليومية. وأنا شخصيا استمعت جيدا إليها، ما فاتني منها كثير، واغتبطت بهذه الفكرة الكبيرة النابعة من تفكير في الحقيقة لا يوصف إلا أنه من أجود التفكير. والتساؤلات التي طرحت كلنا يطرحها، الحقيقة لا أجازف ولا أقول أني من الناس الذين باستطاعتهم الأجوبة على هذا النوع من التساؤلات، ولكنه في الحقيقة فتح لي آفاقا واضحة قد يعطي الله بها إن شاء الله فتحا. إذا اجتهدنا كما في قوله تعالى الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، نرجو إن شاء الله أن تجد هذه التساؤلات الجواب المقنع الذي يخدم هذا الدين ويخدم هذا الفقه الذي بين أيدينا، وهذا العلم الذي هو مناط هذا الدين الذي لولاه لم نكن شيئا. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما لدينا هو ثمرة هذا الدين، ونرجو الله تبارك وتعالى أن يزيده شعاعا ويزيده شعاعا، وأن يقيض له من الرجال من يقوم به أحسن قيام في الدنيا وفي الآخرة، لأنه في الحقيقة كما ذكرتم في المحاضرة هناك مجتهدون دنيويون، ومثلتم لهم بقادة الدول. الحقيقة هؤلاء ناس عندهم نوع من الاجتهاد، نرجو الله أن يسددهم وأن يعينهم على تسيير هذه المجتمعات. وباسم الجماعة أجدد الشكر لكم وللأخ القاضي السيد الوزير على التعقيب الجيد الذي قام به، جزاه الله خيرا. ولم يبق لنا إلا أن ندعو الله تعالى في هذا الوقت المبارك، وهو الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ومرجو فيها إن شاء الله الإجابة. اللهم إنا نسألك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبحق أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وباسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تفتح علينا فتح العارفين، وأن توفقني لما تحب وترضى، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.